يا سلام على شوية كحك كده ومرشوش عليهم سكر مع كوباية الشاي الجميلة بعد صلاة العيد وجنبهم شوية الترمس. الدنيا وما فيها والله يا جماعة، بس وانتوا بتاكلوا الكحك ده ما سألتوش نفسكم في مرة مين أول ناس عملته؟ طيب ايه هو أصل الكحك على مر العصور؟ احنا جايين النهاردة نقول لكم المعلومة بالكامل، تابعوا معانا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل حاجة. خلينا متفقين يا جماعة إن المصريين من أقدم الشعوب اللي عرفت صناعة الكحك، سواء مصر القديمة أو مصر الفرعونية زي ما بيقولوا، وفي ناس كانت بتقول عليه القرص لأنه مدور زي قرص الشمس كده، ودايماً كان مرتبط بالأفراح والاحتفالات والطقوس الدينية. ومن أكتر الحاجات اللي تثبت إن صناعة الكحك صناعة مصرية قديمة من قبل التاريخ إن في صور مفصلة لصناعة كحك العيد في مقابر تيبة ومنف، وفي صورة على جدران مقبرة الوزير رخمي رع وده من الأسرة 18، والصور دي كلها بتشرح إزاي كانوا بيستخدموا المكونات ويمزجوها مع بعض عشان في الآخر يطلعوا لنا الكحك بأشكال مختلفة. دول كمان كانوا بيحشوه حشوات كتير وبيزخرفوه بأشكال ويعملوه على شكل حيوانات أو أوراق شجر. والغريب بقى إنهم كانوا بيرسموا على الكحك صورة الإله رع على شكل قرص الشمس، والموضوع ما اقتصرش على مصر بس، ده كمان في العصر اليوناني والروماني والعصر البيزنطي كان بيتعامل الكحك لحد ما وصل لنا للعصر الإسلامي، خصوصا في عهد الدولة الطولونية، وكان بيتعامل في قوالب خاصة بيه، وانتقل بعد كده للدولة الأخشيدية وبقى من أهم مظاهر عيد الفطر وقتها. وفي بعض المصادر بيقولوا إن صناعة كحك العيد أصلها كان في العصر الطولوني في مصر، لكن كل الشواهد بتقول إن المصريين القدماء هم أول ناس عملوه. كمان في الخلافة الفاطمية كانوا بيهتموا بالأعياد والمناسبات الدينية بطريقة جميلة جداً، وكانوا بيهتموا بالمظاهر اللي تفرح الناس في المناسبات دي، ومنها طبعاً صناعة الكحك، لدرجة إن الخليفة الفاطمي كان بيخصص حوالي 20,000 دينار عشان يعملوا بيهم كحك العيد، والمخابز كلها كانت بتفضي نفسها عشان تبدأ تحضر فيه من نص شهر رجب لحد ما تم إنشاء دار الفطنة، وهي مكان مخصص لصناعة كحك العيد بس. كمان في العصر المملوكي كان الأمراء والمماليك بيوزعوا الكحك على الفقراء والمتصوفة من باب الصدقة، خصوصا في مدرسة الأميرة تتر الحجازية اللي موجودة في حي الجمالية، وكان بيتوزع عليهم كحك ناعم وخشن وعلى العمال كمان. ومن كتر ما صناعة الكحك كانت منتشرة في عصر المماليك اتعمل سوق مخصوص اسمه سوق الحلويين في باب زويلة، وهناك كان بيعرض البياعين أفضل أنواع الكحك خلال العشر الأواخر من رمضان، وفضل الكحك بيتنقل جيل عن جيل لحد ما وصل لنا دلوقتي بأشكال مختلفة، سواء كحك سادة أو كحك بسكر أو كحك محشي ملبن أو عجوة أو مكسرات. الكحك عموما من أهم مظاهر عيد الفطر اللي كل المسلمين أو حتى غير المسلمين بيحبوا يجيبوه علشان يحسوا بالأجواء الجميلة زي أهالينا زمان. قولولنا بقى في الكومنتات أكلتوا كحك ولا لسه؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعونا عشان يوصلكم كل جديد.